مزيد بينضم لنا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك دكتور محمد. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. بدايه برايك، الى اي مدى تمثل سيناء قيمه اقتصاديه كبيره مضافه للناتج القومي المصري؟ في البدايه برحب بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا احنا بنتكلم عن سيناء اللي هي تمثل 3 أضعاف مساحه الدلتا المصريه. سيناء اللي هي غنية بثرواتها المعدنية والسياحية والتاريخية، سيناء اللي هي كانت تعد ثروة في حد ذاتها وكانت مهدرة لعقود من الزمن نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، وبعد كده نالتها لأيادي الشر اللي استوطنت في سيناء وغابت عنها التنمية. اللي احنا بنشوفه النهاردة هو خلق قيمة مضافة من سيناء بالكامل عن طريق عبور جديد وهو عبور التنمية. زي ما عبرنا ب 73 لتحرير هذه الارض، النهارده بنشهد عبور جديد لخلق تنميه مستدامه لاهالي سيناء ولتوطين الشعب المصري بالكامل داخل ارض سيناء اللي بنقول عليها ان هي ممكن تكون الطفره او نقطه الارتكاز اللي تغير محور التنميه في سيناء بالكامل. النهارده سيناء تعد ثروه بشريه وثروه مكانيه للاقتصاد المصري. فكل اللي احنا بنشهده النهارده من انفاق حكومي للاستثمار في الداخل المحلي في سيناء، النهارده بنشوف فهي يقرب من 700 مليار جنيه تم تخصيصهم للمشروعات التنمويه في سيناء. شكل الاستدامه هو المستهدف بما يتم من مشروعات. بنشهد مشروعات صناعيه، بنشهد تنميه زراعيه اللي هي كانت صعبه جدا في سيناء، النهارده عبور جديد لمياه النيل ومياه محطات المعالجه الثلاثية اللي مكنت القيادة من نقل التنمية الزراعية إلى أراضي سيناء من جديد. النهاردة بنشوف شبكات الطرق اللي تم تمهيدها في كافة ربوع سيناء، بالإضافة إلى النهاردة في مشروع جديد لربط السكك الحديدية بداية من ميناء طابة إلى ميناء العريش مرورا بالمنطقة الصناعية في بورسعيد. كل هذه الأمور هي أمور تنموية أعتقد أنها ستنقل سيناء انها تكون بؤرة استثمار لتوطين شعب مصر بالكامل داخل هذه النقطة العزيزة علينا كلنا. النهاردة بنشوف ما تم انفاقه في تنمية سيناء في خلال 4-5 سنين الماضية فقط تجاوز ما تم انفاقه طول عمر سيناء بالكامل. النهاردة بنقول الإرادة السياسية بتتحقق على أرض الواقع بشكل نقل التنمية ونقل نقل العمران وتوطين أهل سيناء. بيتم النهاردة مصالحة لأهل سيناء عما تم من غياب لعقود من الزمن. النهاردة بنشوف مجتمعات عمرانية تليق بالمواطن السيناوي وتليق بالمواطن المصري. النهاردة بنشوف هذه التنمية في شكل مجتمعات عمرانية تليق وتراعي الثقافات المتوارثة لأهالي سيناء بما لديهم من عمران خاص بهم، ولم تغفل الدولة المراد نقلهم من أهالي الدلتا إلى سيناء بما يسيبهم من عمران. تم إنشاء مجتمعات سكنية تلائم زي ما قلنا في مجتمعات سكنية تلائم أهالي سيناء الخاصة بهم. تم برضو استهداف القوى البشرية المراد نقلها من الدلتا لتوطينهم في أرض سيناء بمجتمعات سكنية. وأتكلم من فكرة مجتمعات، يعني مجتمعات شاملة كل المجتمعات، مساكن بالجيل الرابع النهاردة بتكلم على مدارس، على وحدات صحية، على وحدات مطافي، مراكز شباب، مراكز شباب، بتكلم مجتمعات متكاملة. وهذا اللي احنا بنشهده النهاردة، هي دي التنمية الحقيقية على أرض سيناء. يعني لو تكلمنا عن فلسفة الدولة في إنشاء شركتي أبناء سيناء ومصر سيناء للتنمية والإعمار، وغالب معظم إن لم يكن كل العاملين من أبناء المحافظة، هو ده النهارده ان احنا بنقول يعني زي ما قلت في كلمتي قبل كده ان هي مصالحه لابناء سيناء. ابناء سيناء كان في قطيعه ما بين اهل سيناء وما بين الدوله المصريه، تداركت الدوله هذه النقطه تحديدا. واللي احنا بنشهده النهارده من خلال شركات يكون ابناء قائمه على التوظيف الاول والاساسي لابناء سيناء، وبرضه ولم تغفل الدوله توطين اهالي الدلتا اللي هم الراغبين في الاستقرار في سيناء. فالنهارده سيناء النهارده بقت محط انظار الجميع. الحمد لله قدرت الدوله بتضافر الجهود من اهالي سيناء وجيش وشرطه من اعاده الامن الى سيناء، والنهارده بتستهدف الدوله خلق الاستقرار عن طريق مشروعات تنمويه وعن طريق فرص عمل لائقه وراعت فيها الدوله
نقطة الاغتراب في الأجور. النهاردة لغت الدولة خلق تنمية، يمكن لو دايما بأكد أن هي تنمية مستدامة. النهاردة بنعمل مشروعات تم مراعاة فيها الاستدامة لأجيال وأجيال متلاحقة. اللي بنقول النهاردة سيناء غنية بثرواتها التي لم تفصح عنها إلى الآن إلا بالقشور البسيطة. الدولة النهاردة استهدفتها بمشروعات صناعية ومشروعات تعدينية ومشروعات بترولية وتكرير وصناعات تكرير بترول، بالإضافة إلى ما لديها من صناعة، يعني دور صناعة السياحة الغنية بها سيناء، سواء سياحة ساحلية. وده كان سؤالي، ده كان سؤالي دكتور محمد، وهو سؤالي الأخير لحضرتك. أهمية إنشاء فعاليات وملتقيات، بنتكلم عن كوب 27، عن مؤتمرات كبيرة تحدث في شرم الشيخ وغيرها من مدن محافظة سيناء، أهمية هذه الفعاليات للاستثمار ودعوات الغرب للاستثمار في سيناء. خلينا نقول الدولة أجادت في استثمار هذه الملتقيات الدولية اللي احنا بنقولها بنسميها سياحة المؤتمرات الدولية. يمكن منتدى شباب العالم قبل الكوب 27، والعديد والعديد من القمم العالمية على أرض سيناء، على مدينة سيناء، على مدينة السلام في شرم الشيخ، اللي هي أصلا بطبيعة الحال سيناء غنية بمواردها السياحية المتعددة، بالإضافة طبعا بتتوج بتسليط الضوء على سياحة المؤتمرات، اللي هي بجانب أنها مؤتمرات هي أبرزت مدى ما تمتلكه سيناء من فرص سياحية وفرص استثمارية وفرص لجذب بيئة، لخلق بيئة استثمارية. عشان كده النهاردة بنقول أن منطقة تنمية قناة السويس بالكامل اللي هي شملت مدن القناة بالإضافة إلى مدن الشمال وجنوب سيناء، النهاردة بقت محط أنظار العالم أجمع لاستغلالها في الاقتصاد الأخضر. ويمكن أهم هذه المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، اللي مصر الحمد لله بما لديها من بنية تحتية تمتلكها، سواء الانتاج الطاقه الجديده والمتجدده من طاقه الرياح والطاقه الشمسيه، بالاضافه الى مياه البحر الاحمر، بالاضافه الى ما تم انشاؤه واستحداثه من بنيه تحتيه، او ما بنوصفه بجمله مختصره الجمهوريه الجديده اللي تم توصيفها او تم العمل عليها في خلال المده الزمنيه القليله الماضيه، يمكن اهلت مصر النهارده لجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره وتوطينها وتوطين البعد التكنولوجي داخل الاقتصاد المصري. ولا سيما طبعا بتكلم عن سيناء اللي لم تفصح زي ما قلت قبل كده عما داخلها، النهارده بيتم تسليط الضوء على الفرص التعدينيه والمدن الصناعات الثقيله في وسط سيناء، اللي المدن الصناعيه زي النهارده منطقه ابو رديس وابو سنيمه، المدن الساحليه شرم الشيخ وطابه والطور، كل هذه الامور كلها صناعات، بالاضافه طبعا الى التنميه الزراعيه اللي اشرنا اليها في الاول نتيجه لعبور مياه النيل وعبور محطه مياه الصرف المعالجه ثلاثيا. نعم. نقطه التحول الى انتقال التنميه الزراعيه الى وسط سيناء. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، كنت معي هاتفيا من القاهره.